لا طبعا هناك عدة أسباب، يعني السبب الأكبر هو أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نكون واقعيين، وهذا يعتبر الإطار خطر عليهم. كذلك أن الكاظمي انفتح على بعض الدول العربية وربط مشاريع مع دول عربية ينظر لها كثير من أحزاب الإطار بأنها عدو للعراق، مثل المملكة العربية السعودية والأردن وغيرها. كذلك أن الكاظمي حدد من عمل الميليشيات في كثير من الأحيان، ولم يدخلها في صنع القرار للحكومة العراقية كما يحصل الآن. يعني اليوم احنا نسمع المدير الجديد لمطار بغداد الدولي، كما سمعنا، هو من أحد المؤيدين أو عصابة الحق. فنحن نلاحظ أن دوائر الدولة تدريجيا تنزلق إلى تحت سيطرة الميليشيات، وهذا ما لم يحصل في زمن الكاظمي. نعم، طيب الكاظمي نجح في إيقاف تبييض الأموال ورفض خزينة الدولة بأكثر من 100 مليار دولار، دليل على ذلك أكثر خطوات السوداني هي أساس تكميلي لما خططه السوداني. بل أن الكاظمي، وخلينا نكون بالتحديد، ننطي الناس حقوقها، السيد علي علاوي وزير المالية، وهو إنسان خبير بالأمور المالية بارع، هو كان استطاع أن ينقذ العراق وبالتعاون مع رئيس الوزراء الكاظمي من أزمة كبيرة. كانت أسعار النفط منخفضة، وكان العراق، قد ينسى البعض، كان العراق على وشك أن لا يستطيع أن يدفع الرواتب. الآن أسعار النفط عالية ولا يشعر أحد بهذا. وأنا أعتقد بعد انتهاء حكومة الكاظمي وخروج السيد علي علاوي ومجيء وزير ماليه بقدر اكبر اقل بكثير من الفهم للامور الماليه كما ذكرت، وهي السيده طيف، مع كل احتراميها، هي لا تاتي بمستوى 10% من ما يعني مستوى العلمي والمالي للسيد علي علاوي. نعم. وكذلك تورطها في التعاون مع عصابة الحق كما نسمع من خلال زواجها المزعوم. هذا كله يؤدي بالعراق إلى أزمة. أنا أعتقد إذا انخفضت أسعار النفط فهذه الحكومة لن تستطيع أن تدفع رواتب، وسيكون هناك مصيبة كبرى، لأنه ليس هناك على رأس وزارة المالية شخص يستطيع إدارة الأزمات.